أهلا بكم من جديد مشاهدينا في جولة استوديو رافدين. نواصل نقاش ملف أحكام الإعدام في العراق، وتنضم إلينا عبر الهاتف مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب دكتورة فاطمة العاني للحديث عن هذا الموضوع. أهلا بك دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. عليكم السلام دكتورة. في ظل استمرار تنفيذ أحكام الإعدام في العراق رغم تنديد العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، كيف يمكن تفسير أحكام الإعدام التي نفذت بحق 21 شخصا أمس؟ يعني في الحقيقة يعني مع الأسف الشديد مثل هذه الحملات للإعدام الجماعي التي تقوم بها الحكومة العراقية منذ فترة طويلة ولحد الآن مستمرة بهذا النهج القاسي. طبعا في الحقيقة يعني لا يوجد أي تفسير لهذه الحملات إلا أنها انتقام واستغلال لأرواح هؤلاء الأبرياء من أجل أغراض ومصالح معينة. بالنسبة لحملة الإعدام الأخيرة، الحقيقة منذ البداية يعني هناك نقاط كثيرة تشير إلى عدم نزاهة القضاء في العراق، وبالتالي فإن مثل هذه الأحكام يعني إزهاق أرواح أبرياء بدون أي ذنب. الحقيقة الآن يبدو أن الميليشيات التي متنفذة في العراق والتي تتحكم مصير العراقيين تريد استغلال هذه الفرصة من أجل الدعاية إلى نفسها، خاصة وأن هناك انتخابات قريبة وهذه الميليشيات تريد أن تفرض سيطرتها وتريد أن تكسب أصوات أكثر ولكي تفوز بالمناصب، بالرغم من أننا نعرف أن هذه الانتخابات مزيفة. إضافة إلى ذلك فإن هناك حملات انتقام مستمرة ضد هؤلاء الأبرياء الذين ينتمون إلى مناطق معينة. طبعا الذريعة التي يتذرعون بها هي المادة 4 إرهاب، ونحن نعرف كيفية التي تقوم على أساسها مثل هذه الإعدامات منذ بداية اعتقال دون مذكرات قضائية، مرورا بالمحاكمات الغير نزيهة، انتهاءا بإصدار هذه الأحكام القاسية وتنفيذها. نعم دكتورة، هل تم التوصل إلى توثيق أسماء الذين ارتكبت في حقهم هذه الأحكام مؤخرا والتهم الموجهة إليهم؟ بالمصادر فإنه هناك فقط التهم الموجهة لهم هي تهمة الانتماء إلى منظمات إرهابية تحت المادة 4 إرهاب. الحقيقة أنا لم أشاهد أي تصريح مثلا بالنسبة لوزارة العدل حول هؤلاء الذين تم تنفيذ أحكام الإعدام يعني بحقهم. كل الذي وصلنا أن هناك مسؤول وهناك مصادر كشفت النقاب عن إعدام هؤلاء الأبرياء في سجن الحوت في الناصرية. إلى أي مدى تفقد إجراءات الضبط وتفتيش وتحريات ومن ثم المحاكمات تفقد مقومات العدالة المنصوص عليها في المواثيق الدولية؟ تأكيد يعني النظام القضائي الرصين منذ المرحلة الأولى وهي إصدار مذكرة الاعتقال بحق أي متهم وصولا إلى يعني إصدار الأحكام يجب أن تكون عادلة وشفافة وتمر بمراحل طويلة، ولكن مع الأسف الشديد في العراق لا يوجد هناك حق أو تنفيذ لأي يعني فقرة تخص حقوق هؤلاء الذين يتم اعتقالهم ابتداء من المرحلة الأولى وهي عملية اعتقال الأشخاص وإصدار انتهاء بإصدار التهم. الحقيقة نحن نعرف جيدا أن الكثير من الأبرياء الذين سجى فيهم بالسجون تم اعتقالهم بوشاية المخبر السري أو بناء على تشابه الأسماء أو غيرها من يعني العملية التي لا تمت بالنزاهة ولا
يعني تخضع للرقابة أو للتدقيق. إضافة إلى ذلك الذين يسجون في المعتقلات يتعرضون إلى عمليات تعذيب شديدة ويتم انتزاع الاعترافات منهم، وبالتالي يعتمد على هذه الاعتراف من أجل أصدار الأحكام دون أن ينظر القاضي حتى بظروف اعتقال المتهم، بالظروف التي يمر بها في الحبس، عمليات التعذيب التي تعرض لها، بالرغم من أن العديد من المعتقلين قد اعترفوا بأن هم يتعرضون إلى تعذيب شديد. إضافة إلى ذلك هم محرومون من رؤية أهاليهم، هم محرومون من الاتصال بممثلينهم القانونيين الذين يجب أن يحضروا خلال المحاكمات ويدافعوا عنهم. كل هذا طبعا غير موجود في العراق، كل الموجود هو مجرد قوانين لا يتم تنفيذها مع الأسف الشديد في العراق، وبالتالي تذهب أرواح الأبرياء هكذا دون مسوغ. نعم، هذا ما انتقدته الكثير من المنظمات الدولية، كما انتقدت أيضا الحكومة في العراق لإفراطها في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام. دكتورة، ما سلطة المجتمع الدولي من حيث اتفاقيات حقوق الإنسان أو على الأقل فرض الإبقاء على الحكم بالإعدام دون تنفيذه؟ يعني بالتأكيد، يعني لو كان هناك دور ممكن أن يلعبه المجتمع الدولي، فبالتأكيد يستطيع المجتمع الدولي أن يضغط على الحكومة العراقية من أجل أن توقف على الأقل تنفيذ أحكام الإعدام، خاصة وأن هناك نقاط يعني تشير إلى ضعف المنظومة يعني القانونية في العراق، وضعف القضاء في العراق وعدم نزاهته. يعني الآن نرى العديد من يعني المنظمات الحقوقية يعني التي أصدرت يعني التقارير التي يعني تؤكد أنها عمليات الإعدام هذه لم تخضع إلى يعني إلى عملية محاكمة نزيهة لهؤلاء المعتقلون، وإضافة إلى ذلك أشارت إلى عملية التعذيب التي خضع يعني لها هؤلاء المعتقلون. وبالتالي فإن من يعني من حق المجتمع الدولي أن يمارس ضغط على الحكومة العراقية من أجل أن توقف هذه الإعدامات في الوقت الحاضر، إلى أن يتم إيجاد يعني إصلاحات في الأنظمة في العراق وفي النظام القضائي خاصة، ويعني من أجل أن لا يعني يذهب الذين الأبرياء يعني في مثل هذه المتاهة، ويعني مجرد يعني وقوعهم تحت سلطة هذه الميليشيات. نعم، شكرا جزيلا لك مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، حدثنا عبر الهاتف من لندن.